وبنكمل مع سنة أولى بيطري، وبنكمل مصطلحات والتسريح وذا بونز اوف ايه ذا ثوراسيك ليمب، اللي هي العظام اللي هو الايه الايدين او اللي هو الايه الرجلين الاماميتين بتاعه الحيوان. It consists of four safe segments، يعني اربع اجزاء رئيسيين: الشولدر اللي هو الكتف، وذا ارم اللي هو الدراع، ذا فور ارم اللي هي الجزء اللي بعد الدراع اللي هي، وذا منص اللي هي الجزء الاخير خالص اللي بيكون الايه المفروض القدم يعني. الشولدر بيتكون من السكابولا والكروكويد والكلافيكال اور كولر بون، تمام. ان ذا domesticated mammals only the scapula a large flat bone is well developed and a small crocoid element has fused with it while the clavicle is either absent or a is small rudiment embedded in the brachiocephalus muscle. There is therefore no articulation of the shoulder with the axial skeleton. هنا بيشرح بيقول لك بعكس الحيوانات التانية اللي هي الطيور مثلا او الانسان، ما فيش كلافيكال بون في الايه في الـ في الماملز. معظم الماملز يا اما بتبقى رودمنت العظمه ديت، يا اما بتبقاش موجوده خالص، عشان كده ما فيش ايه التحام عظمي ما بين الثوركس والكتف في الايه في الماملز او في الحيوانات الثديه الكبيره يعني. The arm contains a single long bone. The humerus or arm bone اللي هي الهيومرس هي الاساسي في الايه في الدراع، اللي عظمه الهيومرس اللي هي العظمه الطويله اللي لازقه في الايه السكابولا على طول. Arm anti brachium are two bones. الفور ارم عباره عن اثنين بونز، انا والايه والريديوس والانا. ريديوس متطورة in the horse and the ox the two bones fused and the distal part of the limb is fixed in the position of pronation. تمام. The radius is placed in front and supports the weight. اللي radius هي اللي بتشيل الحمل الأكبر وهي اللي المتطورة أكبر وبتبقى باينة أكتر. radius بتبقى في الامام يعني للامام. The ulna is well developed only in its proximal part. الجزء اللي هو العلوي بس هو اللي بيبقى مطار في الالنا، بتبقى رفيعه من تحت. which from a liver for the extensor muscle of the elbow اللي هي عند الحته اللي بتنبع منها الايه الاكستنسور ماسل بتاعه الالبو. The manus the homologue of the hand in man اللي هي بتوازي الايد في الايه في البني ادم يعني، اللي هي المنص. consists of sub division اللي هي بتتكون من عده حاجات تحتها، اللي هي الكربس ذا كربس والميتا كربس اند ديجيتال او ديجيت اور ديجيت. بتتكون من العظام اللي هي الكربس والميتا كربس والاصابع في الاخر ديجيت. The carpus are 8 bones 8 عظمات and are arranged in two transverse row. بيتكون من 8 عظمات في الكربس واللي هو الرسغ يعني في صفين بروكسيمال وديستال قدام وورا او فوق او فوق وتحت فوق وتحت مش قدام وفوق وتحت بروكسيمال وديستال. The bones of proximal الصف الاولاني اللي فوق are from radius وأما radial والانترميديت والألنر والأند أكسسوري كاربال بونز بالترتيب كده، الريديال والانترميديت والألنر والأكسسوري كاربال بونز. The bones of the distal row اللي هي الصف الثاني اللي تحت first وsecond وthird and fourth carpus bone أو كاربال بون. يبقى هما إيه first وsecond وthird and fourth أربعة أربعة وأربعة. The metacarpus contains five metacarpal bones. In the dog they are five in number. زي ايد البني ادم بالظبط، اللي هي الميتاكاربس بيتكون من ايه من خمس عظمات.
الدج كان مين؟ In the horse the first and the fifth are somewhat reduced. اللي في الهورس في الحصان والأولاني مش ايه؟ مش ظاهرين. Third is the large supporting metacarpal bone and carries a single digit. بيحمل اللي هو الصبع الواحد. Well, the second and the fourth are much reduced. The digits are homologous, اللي هي الصوابع زي الصوابع بالضبط. Are homologous with fingers of man, زي صبع البني آدم. And are typically five in number, the full number in dog. And the ox, third and fourth are well developed, يعني التالت والرابع في الاوكس اللي هو الكاتل او اللي هو البول او اللي هو الكاوز اللي هي البقر يعني. التالت والرابع هم المتطورين. Are well developed and support the weight. بيحملوا جسم الحيوان يعني. هو the second and the fifth are reduced. السكند والفيث مش متطورين مش كاملين مش ظاهرين يعني. In the horse has a single digit اللي هو الثيرد. الثيرد بس هو اللي موجود في الايه؟ في الحصان. The digit consists of three phalanges. And الصبع الواحد بيتكون من ثلاث ايه؟ فلنجيز عظام ورا بعض فلنجيز. And 13 sesamoid bones. The first phalanges articulate with corresponding metacarpal bone. كل واحد بيرتبط بالايه؟ بالميتاكاربال بون بتاعه. Above and with the second phalanges below. The third phalanges in the phalanges in the is enclosed in the hoof والكلو in the or كلو على حسب اذا كان حصان او اذا كان ايه بقر. The sesamoid bones are developed along the course of the tendon or on the joint capsule at the point where there is increased pressure. على حسب الضغط بتتطور العظمة نفسها. To proximal sesamoid and distal sesamoid. The bones of the pelvic limb اللي هي الرجل الخلفية عظم الرجل الايه الخلفية او البلفك البلفك اللي ناحية المقعدة يعني. Like thoracic limb consists of four segments. تكون برضو من اربع اجزاء زي الفور ارمز او الفور لين. بلفك جيردل اللي هي ناحية البلفك والساي اللي هو الفخذ والليج اللي هي الرجل والبيس اللي هي الاخر حاجة. البلفك جيردل consists of the os coccyx. The os coccyx او اللي هي عظمة المقعدة اللي هي المفلطحة. Or hip bone او الهيب بون. Which joint is follow of the opposite side ventrally at the symphysis pelvis and articulates very firmly with the sacrum. تتحد مع الايه؟ مع السكرم اللي هي اخر نهايه الديل يعني دورسالي فوق ومن تحت مع البلفس مع السنفس بلفس. The two coccyx bone coccyx bones together with the sacrum and the first three or more coccyx vertebrate from the bony pelvis بتحد السكرم مع اللي هي البلفس مع الاجزاء الاخرانيه من الايه من او المعدين يعني. The os coccyx الاس coccyx consists of three flat bones. الاس coccyx اللي هي عظم الديل the ilium ischium and the pubis which meet the tabulum a large cavity which the heart of the femur articulates. بيتحدوا مع الايه؟ femur. The ilium is situated in the lateral wall of the pelvis.
الإليم بإيه؟ بال في ال في ال اللي هو الإيه؟ الجدار الخارجي أو للإيه للبلبس. الإليم بيكون الجدار الخارجي للإيه للبلبس. The pubis is in the anterior part and ischium in the posterior part of the ventral wall. من الفنترال وول. The thigh femur like the arm اللي هي المقابلة للهيمورس في اللي هي في الأرض الفيمر اللي هي الساي عظمة الساي. Contains a single long bone. The femur articulate with a stabilum above and tibia and patella below. المكان الريديوس والأرنة تحت بتتطابق مع التيبيا اللي هي الفيمر بتتطابق مع التيبيا والباتيلا تحت ومن فوق مع الاستيبلم ايه استيبلم لفوق. third part is the leg comprises three bones tibia fibula and patella. third part is the leg comprises three bones tibia fibula and patella اللي هي الصابونة. The tibia is the large long bone which supports the weight and articulates distally من تحت with the tibial tarsal bone. tibial tarsal bone من تحت هي بتتصابط مع tibial tarsal bone. The fibula is situated along the lateral border of the tibia from which it separated by a interosseous space. في interosseous space اللي هي التيبيا مقسومة لناحيتين الفيبيولا مقسومة لاثنين جزء على ايه على جانبين التيبيا وبينهم interosseous space at of the leg. It is more cylinder than the tibia. الفيبولا دائرية أو أسطوانية أكثر من الإيه من التيبيا. And it does not articulate with إيه the femur. ما ترتبطش بالفيمر. The patella is a sort of bone which articulates with the trochlea of the distal end of the femur. It is to be regarded as a large sesamoid bone present in between the tendon of the quadriceps femoralis muscle. يعني هي تعتبر large sesamoid bone الباتيلا. The bis الجزء الرابع اللي هو البيس. Homolog of the foot of the man يوازي القدم في الايه في البني ادم. Consists of three subdivision ثلاث حاجات تحتيه زي كل التقسيمات اللي فاتت. ذا ترسس والميتا ترسس والديجيت اور ايه ديجيتس. ذا ترسس كونتينز ا جروب اوف شورت بونز ممبرنج فروم 5 تو 7 ان ذا ديفرنت انيمالز. يعني بتتفاوت من حيوان للتاني من 5 ل 7 ايه عظمات في ذا ترسس ده. The proximal row consists of two bones, the tibia and the fibula. اللي هي العظام المقابلة للتبيا والفيبولا. ده في الايه؟ في الترسس. The distal row consists of four bones when seventh او السابع ترسل is present in dog. يعني بصفة عامة في اربع عظمات في الديستال رو. ممكن لغاية 7 في الايه في الدوك. زي ار فيرس ترسل وسكند ترسل اتسترا. يعني بتتسمى فيرس وان ترسل وسكند ترسل فورس ترسل لغاية 7 ايه ترسل. ذا سنترال ترسل از انتربوزد بتوين ذا روز. يعني السنترال ترسس متخللة خلال الايه العظم نفسه. زميتا ترسل اند ديجيتال
bones resemble in general those of the corresponding region of the thoracic limb. يعني نفس ترتيب الايه thoracic limb اللي هي الميتاتارسال and digital bones resemble ايه the general those of the corresponding region of the thoracic. يعني الجزء الاخراني في القدم من تحت اللي بيحتوي على الهوف والعظام الاخيره بتوازي شكل الايه القدم بالضبط. يعني ما فيش فرق في التركيب بينهم وبين بعض. وبكده نكون خلصنا اللي هي العظام الثوراسيك او الفور ارمز والبلفيك بونز. وان شاء الله بنكمل في الايه في الميولوجي المره الجايه. وده كل شيء النهارده معانا. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. دايما اشتركوا وفعلوا الجرس واسالوا البيطري. جزاكم الله خيرا. شكرا.